مريم وايد اجتهدت لين أسست شركتها، وفكرة أنها تستسلم بعد إصابتها بالسرطان ما كانت موجودة. كل لحظة كانت تفرق عشان نرد مريم لحياتها وشغلها. فريقنا الطبي في مدينة برجيل الطبية كان يعرف أن حالة مريم حساسة، خصوصاً أن نوع السرطان اللي عندها نادر وكان لازم نتعامل معاه بأسرع وقت. عشان شي اعتمد أخصائيون في طب الأورام النسائية جراحة روبوتية طفيفة التوغل لاستئصال الورم السرطاني حتى نضمن الدقة العالية وتقليل الآلام والتعافي السريع. وعقب التحاليل الدقيقة والفحوصات الشاملة حددنا المريم جلسات علاج إشعاعي بتقنيات عالية جداً عشان نتخلص